السؤال الأول: هل ربا الفضل وربا النسيئة محصوران في الأجناس الستة المذكورة في الحديث، أم إنه يجري في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم كالحديد والنحاس والنحاس وغير ذلك؟ الستة قد أجمع عليها العلماء: الذهب والفضة والخمر والبر والشعير والملح، هذه الستة أجمع العلماء على أنه يجري فيها الربا لنص النبي عليه الصلاة والسلام، وتنازعوا في غيرها، فقال الجمهور وأكثر العلماء أنه يجري الربا في غيرها لجانب المأكول ويصلح به المأكول كالملح وما يلتحق به من الحبوب التي يصنع بها الطعام وتلحق بالطعام وينتفع بها الطعام، وهذا قول الجمهور أصح، وأنه ليس خاصا بالستة بل يقاس عليها ما أشبهها. نعم، الأشياء كثيرة تدخل في الربا بناء على هذا. نعم، هو معتقد. نعم، إذا ظهرت الشروط فيها.